صباح الخير، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية. اسمي لوسين واليوم رح أعطيكم تمارين رياضة. اليوم معنا فارس. صباح الخير ومحمد، يسعد صباحك. طبعا هلا بعد ما أنا ومعاد اشتغلنا البلانك، اشتغلنا لعضلات الكور، رح نبدأ نحمي للحصة تاعتنا. اليوم رح نشتغل تحريك للمفاصل وتليينهم، ورح نعمل كمان بآخر الحصة ستريتش. خلال الحصة رح يكون في تقوية للرجلين، تمام؟ يلا بلش جري. اوكي، رح نعمل كيك شمال يمين، ايد عكس الرجل، كيك من الركبه تتني للخلف للامام، عضلات البطن مشدوده، ظهر مرفوع، الابتسامه الصباحيه موجوده، جنب من هون لهون. برافو. لو انه احنا حاسين حالنا تعبانين مكسلين، نقوم ونتنشط، نعمل شوية تمارين رياضة. أربعة، ثلاثة، اثنين، كاف للأمام، ننزل لتحت، كور مشدودة، الكتاف لفوق، الظهر مرفوع، إيد عكس الرجل، ترفع لفوق، حاول ننزل لتحت، الوزن على الكعب. هاي الأربع عدات، أربعة، ثلاثة، على الجنب، مرة مرة. طبعاً إحنا عم نحمي الجسم من هاي أولى الحصة، وبنفس الوقت عم نعمل موبيليتي للمفاصل بالحوض. إذا بدكم تقدروا تحركوا إيديكم. هلا بدنا ننتن ركبي للخلف بهاي الطريقة. لسه عم نحمي، ما بلشنا جد. طبعا لازم احكي لكم قديش في نشاط وحيوية اليوم باستوديو. متحمسين الكل، عم بتمرنوا. أربعة، ثلاثة، نعمل قرفصاء سكوات لتحت، أهم شيء خلينا تحت بس مشان أشرح لكم شوي على التكنيك. الركب خط مستقيم مع أصابع الرجلين. طبعا عضلات البطن مشدوده، الحوض للخلف، الظهر مرفوع، وبننزل بهاي الطريقه هيك. غلط للامام، انتبهوا، ندفش للخلف حتى نكون شايفين اصابع رجلينا من خلال الركبه، تمام؟ 10 عدات، يلا. اليدين مفرودين او متكتفين لاريح لكم. ضايل عدتين. اوكي تمام. هلا بدنا ناخذ احنا باند ريزيستنس، مقاومه. بالنسبه لكم اذا ما في عندكم مقاومه في البيت ما في مشكله، بنقدر نشتغل باستخدام وزن الجسم نفسه. رح ندعس عليها بهذا الشكل، نفتح مسافه بين رجلينا، نسحب ايدينا، نقعد سكوات، بدنا نمشي على يميننا، انتوا بالنسبة لكم على الشمال رح يكون. كمان عدة، نرجع أربع عدات على الجهة الثانية. لما نمشي ننتبه إن الركبة تضلها خط مستقيم مع أصابع رجلين. نرجع كمان عدتين. هلا بدنا ننزل أكثر لتحت، نمشي للشمال، آخر مرة يمين وشمال. كل ما نزلنا لتحت كل ما اشتغلنا قوينا الرجلين أكثر. آخر عدة على الشمال، أربع عدات. ظهر مرفوع. أوكي نريح. هلا وإحنا واقفين محلنا رح نمسك ريزيستنس باند، لاقي التوازن، ونضرب للخلف. أهم إشي الركبة اللي إحنا واقفين عليها تكون مرخية شوي صغيرة.
كمان 3 عدات. اوكي نبدل. جاهزين؟ نرفع الظهر، نرخي الركبة، نضرب للخلف بهي الطريقة. إذا حابين مقاومة أعلى تقدروا تشدوا الباند لفوق أكثر أو تعملوا كروس زي ما محمد عامل. كمان عدتين. تمام، هلا بدنا نشتغل للأمام. فإحنا شو رح نعمل؟ رح نعمل كروس ونشدها بهي الطريقة. نرفع الركبة للأعلى، نضرب للأمام. بدل الجهة الثانية. طبعاً الباند فيها مقاومة فإحنا عم ندفش المطاط للأمام. أوكي هلأ بدنا نفلت الباند، حطها على جنب. تمام شباب، نعمل لانج، نفتح مسافة بين رجلينا مثل مسافة الحوض، الكعب الخلفي للأعلى وننزل بالركبة الخلفية للأسفل، الحوض للأمام، ظهر مرفوع، إيدينا هون. هولد إت، نعمل هولد، كتاف لورا، عدوا لي 8 عدات تحت. كمان 4. الركبة الأمامية خط مستقيم. بدل. مسافة بين رجلين مثل الحوض، بترجع لورا على نفس المسافة عشان التوازن. كعب الخلفي للأعلى، الركبة الخلفية للأسفل. الركبة الأمامية خط مستقيم مع أصابع رجلينا. هولد. كتاف لورا، عضلات البطن مشدودة. ننزل كمان. جاهزين؟ 8 عدات. إذا حسيتوا وجع بركبكم مش صح، فبدنا نحاول نوازن حالنا إنه نرجع بالوزن، ننزل للأسفل مش للأمام. أعطوني كمان 4. 3 2 1. نريح. تمام. هلا بدنا نطمن للأسفل بهي الطريقة. حافظ على التوازن، ظهرنا مفرود. رجل للأعلى، عفوا، رجل للأعلى. رح نضرب للخلف بهاي الطريقة. ظهر خليه مفرود. كل ما طمننا كل ما استفدنا أكثر. بدل. تقدروا في البيت تمسكوا في إشي معين أو نشتغلها أصعب بطريقة توازن. ننزل لتحت، نمد ظهرنا، عضلات البطن لجوا، نضرب 8 عدات للخلف. كمان 4 عدات. اوكي نريح. هلا اللي بدي احكي لكم اياه انه التمارين اللي بنعملها ما بنلحق نعملها جولتين لثلاثة، يفضل تكون عم تعملوا 3 جولات. العد يكون من 15 ل 20 عدة. 3 جولات ل4، خصوصا لانه هلا احنا في البيت ما عندنا اوزان، بنستخدم بس وزن الجسم. تمام؟ رح نعمل ستريتش سريع الركبه على الارض. هذا الستريتش للعضله الرباعيه هون مع الهيب فلكسرز. نضغط بالحوض للامام، الركبه الاماميه مفتوحه، 30 ثانيه وبنبدل. ستريتش الوراء، رح نسكر مسافه بين رجلينا، ننزل للاسفل بهذا الشكل. رح تحسوا الشد في المنطقة الخلفية للرجلين. نتني ركبنا، نوقف برضو الاسترتش 30 ثانية، ممكن لحد دقيقة. الاسترتش اللي وراه رح يكون مع توازن، نقعد للأسفل، رح نحس الاسترتش بالأرداف 30 ثانية لدقيقة ونبدل. إن شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا واستمتعتوا معنا بالتمارين، ونشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي الأسبوع الجاي. شكرا محمد، شكرا فارس.